راه قال لي با مريض وبرامات الله يرحمه. دعيت الله السيد، دعيت الله، دعيت الله، بغيت المخزن ياخذ لي حقي، بغيت سيدنا ياخذ لي حقي، بغيت سيدنا ياخذ لي حق ولادي باقا صغار، بغيت سيدنا ياخذ لي حقي. وهذا الشيء اللي نطلب، هذا الشيء اللي نقول، هذا الشيء اللي نقول. دعيت الله، دعيت الله. شكون اتصل بك لاله؟ اتصل بيا خويا، قال لي مصطفى راه ضربوا واحد، قال لي واحد ضربه بقرطاس، انا ما طيقش. ملي كنصوني لي في التليفون ديالو، التليفون ديالو ما كيجاوبش. ملي نصونت لولدي، ولدي ما فراسوش، عقلت لي طفات هي التليفون ومشى يجري. ملي مشيت لحقت جبرت الضو من الاربعه، ما خلاش ندخلو، دخلنا بزاف، دخلنا بزاف، جبرنا. شبعان موت، شبعان موت، شبعان موت. دعيتو من الله. وخبر مزعج صراحه، خبر مزعج. ما يعني لقيت اللي سمعت خبار، ما تيقت انا، ما كذبت، ولكن ملي وصلت لعين المكان لقيت الجريمه، كاين داكشي واضح، ماشي ما عيطت لي المدام ديالي، عيط لها عمها، قال لها راه خوك حميد، خوك واش السيد مصطفى، شكون اللي كاين خوه في الغابه؟ قالت لي مصطفى، قال لها راه رحيم الله، راه سمعنا تيرا وفين بالقرطاس. ما تيقش، قلت لها راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. لقيت اللي جيت لعين المكان كنلقى مسرح الجريمه، كنلقى كاين هذاك الشيء، ماشي ما كاينش، كاين ارواح مساكن مشاو. صدمت يعني واحد الصدمه ملي رجعت، ما عرفتش كيفاش غنوصل للدار، الوالده مريضه، ما دخت. وكيف كانت المعامله ديالو معاك؟ واطيب خلق على وجه الارض صراحه، هادشي اللي كان واخا ماشي، واخا ما يكونش خويا، على ديك المعامله ديالو اطيب خلق على وجه الارض. عنده خمسة الوليدات اخويا، خمسة الوليدات، وكنطالبوا من الله المسؤولين الحق دي. وتيتموا اخويا، راه دمرهم، راه دمار شامل. هذا الانسان كيكون بارك ما على بالوش، تغدى معاهم، هبط قال لي مراتي راهو فيه الله يرحمه. ما عمرها عاشت هذا الوضع هذا، ما عمرها سمعنا كد، سمع قتيلة كذا، شي واحد مشنوق شي كذا، ولكن القرطاس ما عمرو خدم. والرسالة ديالي للمسؤولين اخويا كان العدالة، خص انسان قانون مخزن يدير خدمته، اي واحد في شي سلطة خصو يدير الخدمة ديالو، اي واحد في السلطات خصو يدير الخدمة ديالو، ماشي تا يوقع اللي وقع هذاك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.